فكرة حل المعادلة المسألة دي هي إنك تجيب قيمة إكس وان وواي وان وإكس تو واي تو عشان تطبق معادلة الخط المستقيم. إحنا عارفين إن معادلة الخط المستقيم هي على الصورة الآتية، ماشي؟ واي تو ناقص واي وان على إكس تو ناقص إكس وان. دلوقتي كل اللي علينا نجيب القيم دي. هو بيقول لي ان رقم 4 ده نقطة تتقاطع مع محور اكس في نقطة رقم 4. ارسم المحاور مع بعض، تمام؟ ممكن نرسمها بشكل افضل شوية. ادي المحاور بتاعتنا، محور واي ده محور اكس. كل اللي بيقوله لي ان هي بتتقاطع مع محور اكس طبعا، وده واي. بيقول لي بتتقاطع مع محور اكس، قلت ده 1 2 3، دي بدي 4 في نقطة 4 الموجبة. بتتقاطع مع محور واي في نقطة السالب، يعني سالب 1 يبقى هنا سالب 3، ماشي؟ يعني اذا خط المستقيم بالشكل ده، ماشي، هيبقى ايه بالشكل ده، تمام. انت عرفت كده يبقى في قيمة اكس هي ليها قيمة والواي صفر، والواي ليها قيمة على المحور بتاعها والاكس تبقى بصفر. يبقى اذا تقدر تعوض في المعادلة دي، تمام، بكل بساطة. حط الاول الكوسين بتوعك، ماشي، واكتب اللي انت تلاقيته في المسألة. ده طبعا اكس وان اهو، وده واي ايه وان، وده اكس تو، وده واي تو. اول قيمة للاكس هي على محور اكس، وقالها لك هو باربعة، يبقى اذا اربعة. طيب هل واي على محور اكس ده قيمة؟ مفيش غير الاربعة بتاعت الاكس، يبقى اذا الواي وان بزيرو. الاكس تو هي على محور واي، ملهاش قيمة على محور واي، تمام، لكن واي لها قيمة مديك بسالب تلاتة، يبقى الواي بسالب تلاتة والاكس بايه؟ اكس اتنين بزيرو. يعني المحور كل القيم اللي على المحور بيبقى تبع المحور ده وملهاش قيم في محور تاني. ده حل المسألة. يعني إذا بكل بساطة هتقول y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1، يبقى تقول minus 3 minus 0 تمام، و 0 minus 4 تمام كده، هيساوي سالب 3 على سالب 4. السالب مع السالب يروح، يبقى 3 على 4، وهي دي معادلة الخط المستقيم. لو بصيت على الشكل هتلاقي x1 y1 x2 y2، خد y2 ناقص y1 و x2 ناقص x1، بس اتحلت كده ايه المسألة بكل بساطة.